باختصار اللي يبي ينزل وزنه، الحل مو بحبوب فاتح الشهية ولا بالإبر المنتشرة من جار وغيره اللي تسد الشهية. تغذيتنا احنا طريقة أكلنا غلط يا جماعة. باليوم تاكل لي وجبة أو وجبتين أكيد جسمك راح يحبس، جسمك خايف، أذكى شيء بالحياة جسمك التعامل وياه. فلما أنت تعطي وجبات على مدار اليوم، وجبات بسيطة قليلة الحجم كل ساعتين ونص ثلاث ساعات، أول شيء أنت راح تشتهي أنك تاكل، الشيء الثاني الجسم مرتاح يدري أنك راح تعطيه بعد شوي أكل، فيحرق الأشياء اللي قاعد تدخلها في المعدة. اللي علينا ناكل وجبات بسيطة كل ثلاث ساعات، وتبعد عن الكارب العالي، وتبعد عن الشيء اللي فيه شكر. بكذي أكيد بتضعف، ما تحتاج لا كوتش ولا تحتاج واحد يدلك الدرب. سهلة باختصار، ما نبي نسولف، نبي نعطيكم رسائل سهلة مختصرة عشان تقدر أنت تبدي حياة صحية، تنزل من وزنك وبنفس الوقت نحافظ على صحتك وعافيتك، فيتاميناتك، معادنك. حاول أنك تختار التغذية المفيدة.